كما تابعتي والندوة تتعلق بالإدارة القضائية والتحول الرقمي، هي منظمة من طرف ودادية موظفي العدل وبشراكة مع المديرية المذكورة. الهدف منها هو تقديم مجموعة من المنجزات في مجال التحول الرقمي وكيف سيؤثر بشكل جيد وإيجابي على الإدارة القضائية. وعندما نتحدث عن الإدارة القضائية فمعنى ذلك على أننا سنقدم خدمات سريعة وشفافة، سنمكن المواطن من الوصول إلى المعلومة. وهذا النوع من الندوات هو جد مهم جدا، لأنه يقرب المشاركين مختلف الفئات من هذا التحول الرقمي، ويمكنه من مناقشة مجموعة من المواضيع وتعاون الجميع والتوافق حول ما يجب أن القيام به حتى نصل إلى المراد. سعداء جدا كوداد الموظفين بتنظيم مشترك مع مديرية التعاون والدراسات والتحديث، تنظيم دوا حول التحول الرقمي بقطاع العدالة. بطبيعة الحال من الأهداف الأساسية هو أننا نوقف على أهم الإنجازات اللي حققتها وزارة العدل على مستوى الخدمة الرقمية، على مستوى الخدمة عن بعد، والتي هي في صالح بطبيعة الحال المواطن، في صالح المهنيين، تخفف الأعباء عن المهنيين، وأيضا تفعل ما يسمى بقضاء القرب وتبسيط الإجراءات. نذكر على سبيل المثال الخدمة ديال السجل التجاري، الخدمة ديال السجل العدلي ساج 1 ساج 2، الخدمة ديال التطبيقية ديال الصناديق، التطبيقية ديال وحدات التبليغ والتحصيل، وكل شيء هادشي يعني كل هذه المجازات يعني هي بداية، مازال هناك آفاق العمل في انتظار تفعيل المحكمة الرقمية بطبيعة الحال. وهذا السياق التحديثي هو دخل في إصلاح منظومة العدالة بشكل عام، لأن السياق أو المحور ديال التحديث هو أحد المحاور الأساسية لإصلاح منظومة العدالة. ونحن كودادية قمنا بمجموعة من الندوات من الدورات التكوينية من الأبواب المفتوحة للتعريف يعني هذا التحول الرقمي، ونحن مستعدون كودادية باش أننا نديروا شراكة حقيقية مع وزارة العدل. للأساس هو أن جميع الفاعلين، جميع المهنيين وموظفي الإدارة القضائية، أن يتعاملوا بشكل إيجابي بطريقة سلسة بتعاون مع المسؤولين القضائيين بطبيعه الحال والسلطه القضائيه من اجل تفعيل يعني هذه التصورات وهذه المسجدات وهذه التحولات. لا بد من ان تكون قناعه جماعيه، قناعه راسخه باهميه هذا التحول الرقمي وبربطه بالمواطن، هذا هو الاساس، لان هذه وسائل فقط الهدف والنتيجة والمبتغى والمقصد وهو المواطن وتبسيط الإجراءات، هو السلاسة، هو الوضوح. وشكرا لكم. حاضر اليوم في هذه الندوة الوطنية اللي منظمها ودادية موظفي العدل بشراكة مع مديرية التحديث بوزارة العدل وبحضور السيد وزير العدل الذي أعطى الافتتاح للندوة الوطنية. فعلا نحن في زمن الرقمنة، في زمن التحديث، في زمن العولمة، إذا فلا بد لمحاكم المغرب وللإدارة القضائية بصفة عامة أن تسير على نفس الخطى التي يمشي بها المغرب، ألا هو الرقي والازدهار في جميع المجالات، وإن شاء الله لتزويد خدمات للمواطنين من خلال توفير المعلومة ومن خلال إعطائهم الإجراءات بليونة وبسهولة. تمنياتنا إن شاء الله باش تكون هاد الندوة الوطنية بادرة خير لندوات أخرى للتعريف بهذه المنظومة التي تعمل عليها وزارة العدل وودادية موظفي العدل على وجه الخصوص. السلام عليكم، أنا جد سعيدة اليوم بالمشاركة في أشغال الندوة الوطنية للتحديث. صراحة أشغال هذه الندوة جد مهمة وجات في واحد الظرفية اللي هي حاسمة اللي تنلاحظوا فيها التحول الرقمي للإدارة المغربية وخاصة في قطاع العدل. المداخلة ديالي كانت خاصة حول نقطة الأتمتة وما لها من أثر على عمل مكتب المحامي، حيث أنه يتم تغيير طريقة عمل المحامي
بصفة جذرية، ويتم استعمال التكنولوجيا الحديثة من أجل تسهيل وتبسيط عمل المحامي، بحيث أنه يتمكن من تكريس جهده المهام ذات قيمة مضافة، مما يمكنه من تقديم خدمة ذات جودة عالية. الأتمتة في إطار مكاتب المحاماة تطلب المجموعة من الاستثمارات اللي هي مهمة جدا، بحيث أن مكاتب المحاماة اليوم يمكنها أن يتم تجهيزها بالبنيات التحتية من خوارزمات وبرامج التي تمكن من استعمال ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي في هذا الميدان، وكذلك التركيبات الحديثة من أجل تحليل المعطيات. ولكن هذه النقطة تاع استعمال التكنولوجيا الحديثة لا يمكن أن تغفل النقطة الأساسية التي هي تشكل ركيزة من ركائز مهنة المحاماة، وتلك المتعلقة بالأعراف والتقاليد وبالسرية السر المهني وكذلك المسؤولية المهنية، حيث أن المحامي في ممارسته المهنية يقدم ضمانات كبيرة سواء للموكلين أو في الممارسة المهنية، حيث أنه يمكن مساءلة مسؤوليته المهنية، وكذلك له من التكوين الكافي ما يمكنه من تقديم خدمة ذات جودة عالية وفقا للمعايير الدولية في هذا الميدان. شكرا. الأستاذة نسرين رودان، محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء وعضو بمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء والمقررة العامة لمنتدى المحامية المغربية. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.